اولا هي في الحقيقه ما محكمه واحده اللي مشات، ولكن في الاصل هي عده محاكم، وغادي نفصل لكم كيفاش تمت هذه المساله. اولا هي محكمه كانت تضم قسم القضاء التجاري وقسم يتعلق بالقضاء الاداري، هاتين المحكمتين التحقا بمدينه فاس في اطار التقسيم الجهوي. الغريب في الامر هنا اننا سوف نلاحظ ان هناك عده تدبيرات اداريه طبقت على مدينه مكناس فيما يخص التقسيم القضائي او الخريطه القضائيه، بحيث اننا سوف تلاحظون ان تاريخيا، وغادي نحاول نوضح لكم كيف تم تقزيم محكمه الاستئناف ونفوذها بمدينه مكناس، على اعتبار ان اولا كانت مدينه مكناس او ما يسمى بمكناس تافيلات، اقليم مكناس تافيلات. في هذا الاطار هذا كانت محكمه الاستئناف محكمه ابتدائيه بالرصيديه تابعه لمدينه مكناس، وفي اطار تخطيط بتاع تقريب الاداره من المواطن، ونظرا ان عدد الملفات تكاثر بمدينه الرشيديه احدثت بها محكمه للاستئناف. هذه المحكمه اصبحت تضم ملفات او القضايا الوارده من مدينه ميدلت ومدينه والمتعلقه بمدينه الرشيديه، ومن هنا الملفات اللي كانت تجينا من هذه المنطقه هذه لمدينه مكناس في اطار القضايا المستأنفه، ولحقت بالمحكمة المحدثة بالرشيدية اللي هي محكمة الاستئناف بالرشيدية. هنا تتضح أن واحد الجزء من الموارد نقص على مدينة مكناس أو استبعد على مدينة مكناس ووظف في منطقة أخرى من أجل النهوض بها. ثم جاء مخطط ثاني، وهو المخطط الذي صدر فيه قرار إداري من عن وزارة العدل، والذي حدد أن الخريطة القضائية يجب أن تتغير وتصبح مدينة خنيفرة أو المحكمة الابتدائية بخنيفرة، والتي كانت تضم المحكمة المركزية بتاع مريرات وتضم منطقتها تمحضيت وعدة أقاليم، تم إلحاقها باستئنافية مدينة بني ملال، وكانت ضربة موجعة بالنسبة لهيئة الدفاع، بالنسبة لأنها كانت منطقة شاسعة وتوسع نفوذ من المحكمة الاستئنافية بمدينة مكناس. ثم جاء قرار إحداث محكمة ابتدائية بعدما كانت مركزية بمدينة أزرو، والتي أصبحت تضم مدينة أزرو وإفران. ثم تم الكلام عن إحداث محكمة ابتدائية بمدينة الحاجب، واللي هي في إطار الإنجاز حاليا وسوف تكون جاهزة في القريب إن شاء الله. وجاء القرار الأخير، وهو الضربة القاضية، ما يمكن تسميتها بالضربة القاضية، اللي هي استبعاد إحداث أو حذف المحكمة التجارية والإدارية بمدينة مكناس، وإلحاقها بمحكمة الابتدائية بمدينة فاس. وبالتالي هنا سوف نكون أمام أمرين، أولهما أننا أفقدنا مدينة مكناس مجموعة من الموارد البشرية والمادية، وهذا شيء له أثره على الجانب الاقتصادي بمدينة مكناس. ثانيا، ضربة موجعة بالنسبة للدفاع. ثالثا، الضربة الأكثر والتي تكتسي خطورة هي التي تتعلق بالجانب المالي الذي يتعلق بالمواطن المكناسي. المواطن المكناسي اليوم لا جاي يتقاضى فيما يخص ملف تجاري أو إداري أو طعن في قرار إداري، يجب عليه التنقل لمدينة مكناس وأن يختار محاميا من مدينة مكناس، أو إذا ما اختار محاميا بمدينة مكناس فسوف تكون أتعابه مكلفة بالنسبة له، وبالتالي سوف يكون هناك إعجاز بالنسبة له لمتابعة ملفه أو قضيته. ينزل التكاليف ديال بطبيعة الحال، لأن لا يعقل أن كما تعلمون أن المسطرة التجارية هي مسطرة كتابية والمسطرة الإدارية كذلك، وبالتالي أن المحامي ملزم بالتنقل كلما كانت هناك جلسة للإدلاء بمذكرة أو بتسلم مذكرة، والقضايا التجارية
لها طبعها الخاص بطبيعة الحال، هناك خبرات، هناك مساطر يجب احترامها أو إجراءات يجب احترامها، وبالتالي هناك تنقل متعدد، هناك إذا مرحلة التقاضي في المحكمة التجارية سوف تأخذ واحد الوقت لسميتو، وبالتالي الأتعاب ديال المحامي طبيعي أنها سوف ترتفع، لأن هناك مصاريف سوف تزداد على المسطرة اللي كانت تمارس بمدينة مكناس، الشيء اللي غادي يثقل الكاهل ديال المواطن المكناسي فيما يخص التقاضي في هذه الدعاوي.